طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. ويعني الحقيقة أنه يمكن في الأيام اللي فاتت تابعنا كلام كتير جدا عن أنه في زيادة طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. صحيح أنه الإصابات خفيفة جدا الحمد لله، لكن برضو صدرت بعض التحذيرات والنصائح الطبية بالتزام بالإجراءات الاحترازية. مصطفى، يمكن إحنا شوية ابتدينا نتهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. طبعا طبعا في إهمال وإحنا شايفينه ومعترفين به، وحتى كان في مؤسسات كتير، في بنوك ما كنتش تقدر تخشها، البنوك صحيح. بالذات ما كنتش تقدر تخشها غير وانت لابس الكمامة. الكلام ده ما بقاش موجود. ايه اسباب هذا الكلام؟ ايه اسباب الزيادات اللي حصلت بكورونا؟ ازاي نحمي انفسنا من العدوى؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور محمود الافندي، استاذ الاحياء الدقيقه والفيروسات بالاكاديميه الروسيه. صباح الخير دكتور. صباح الورد سيدي الكريم. اهلا بحضرتك. ايه هي اسباب زياده اعداد الاصابه بفيروس كورونا الايام اللي فاتت؟ اول شيء يسعد صباحك سيدي وسيدتي والاخوه المشاهدين. فعليا هو لانه المتحور ده المتوقع، يعني انا بتذكر في العام الماضي كنت معاكم على شاشه الكريم وقلت لكم هيظهر متحور بعد الاوميكرون، هو اللي هيجعل من فيروس الكورونا مرض موسمي. المتحور اسمه كراكن. الكراكن هو بالاضافه انه سرعته اكثر من سرعه الاوميكرون بالانتشار، هو قادر على تجاوز كل الاجهزه المناعيه عند الانسان. يعني عند الانسان بيكون عنده مناعتين، اصطناعيه وطبيعيه. الطبيعيه اذا مرض في الكورونا واكتسب مناعه او اخذ لقاح هو مناعه اصطناعيه، ده ما يفرقش معاه. الكراكن ده بيتجاوز كل الاجهزه المناعيه وبيؤدي الى الاصابه، يعني ما ينفعش معاه اي نوع من انواع اللقاحات واي نوع من انواع المناعه الطبيعيه. هذا اول شيء. ثاني شيء، اعراضه نفس اعراض مرض الفيروس الجريب، يعني فيروس الانفلونزا. هذا امر مهم جدا، يعني حتى الانسان في عنده اختلاف نوعا ما وبيختلف اعراضه. يعني حتى على سبيل المثال حاسه الشم والضوء بتختلف، يعني بالكورونا والكوفيد بتروح حاسه الشم والضوء، ولكن بالكراكن تختلف، يعني نسبه قليله بتحول حاله الشم والضوء. على سبيل المثال يعني ما بتروحش حاسه الشم ولكن تتغير الحاسه الشم، يعني في حاجات ما كنتش تحب واحد يشمها دلوقتي بتعجبه. حتى الذوق ايضا، الذوق يعني يكون انسان ما بيحبش حاجه اكله معينه بيبقى يحبها، وبيكون اكله بيحبها بيبقاش ما يحبهاش. ونفس الشيء بحاسه الشم، يعني في اختلاف حتى بالاعراض. بالاضافه نسبه ما يسمى الالتهاب الرئوي ضعيفه جدا، ولكن ما هي عن طريق ما يسمى مثل الكوفيد العادي. يعني الكوفيد العادي بيؤدي الى سعله قويه جدا، بصير عنده التهاب رئوي. هون الالتهاب الرئوي بيجي عن طريق نقص الاكسجين، يعني ما بيحسش غير يبدا الانسان يختنق نوعا ما او يقل نفسه، ما يقدرش ياخذ نفسه من دون سعله، من دون اي سعال، فبيؤدي فعليا الى حاله التهاب رئوي. فلازم بحاله الكراكن بالذات لازم كل انسان في كل بيت يكون في جهاز قياس اكسجين، ده جهاز بنحط على اصبع، بيحط عليه اصبعته بيشوف اذا تحت ال 95% 94% لازم يروح عند الدكتور دائما. يعني بس واحد عيب بالكورونا بالكراكن لازم يكون عنده لازم يكون في كل بيت مثل مقياس الحراره اللي موجود في كل الصيدليه في كل بيت، لازم يكون دلوقتي في كل بيت يكون في جهاز قياس الاكسجين، بتحط اصبعتك عليه فوق ال 95 هاي حالات طبيعيه، بس نزلت تحت ال 95% مفروض مباشره يروح الدكتور عشان ياخذ العلاج، لانه هذا في حاله التهاب رئوي. فهون اختلافات، يعني انتشاره الكبير دلوقتي والسبب الوحيد فيه انه بتجاوز كل الاجهزه المناعيه وكل المناعات اللي عند الانسان، هذا سبب مهم جدا يعني. لذلك هذا الانتشار الكبير، يعني فينا نقول دلوقتي انه هذا اخر متحور برايي، اصبح فيروس الكورونا مرض موسمي مثل الجريب. يعني الانفلونزا هي عندنا نحن 52 فيروس بيصيبوا بيعطوا مرض الانفلونزا، دلوقتي فينا نقول انه 53 فيروس، يعني فيروس الكراكن او متحور من اوميكرون اصبح الفيروس رقم 53 بيؤدي مرض الانفلونزا. فمشان هيك دلوقتي العلماء بيسموه التسميه للكراكن صار اسمه الهمجي، يعني اذا كان المتحور الدلتا هو مسمى القاتل، المتحور قاتل، متحور الكراكن اسمه الهمجي، يعني بمعنى الهوليغان،
يعني بيلعب مناعة الإنسان كذا، بس أهم حاجة فيه ما في عنده ما يسمى متلازمة ما بعد الكورونا، يعني ما بيؤدي إلى أعراض بعد المرض، بعد ما الإنسان يعني يشفى من المرض. هذا أمر مهم جدا، يعني فينا نقول إنه هذا آخر متحور، ودلوقتي نحن أمام مرض موسمي حيصيب كل موسم الفيروسات، يعني في الشتاء والخريف وأول ربيع هاي الأمراض حتكون موسمية بالنسبة للكراكن للمتحور الجديد. طيب دكتور، بما ان حضرتك تحدثت عن المتحورات واحنا بنتكلم انه الناس بالفعل بدات تتهاون بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه، يمكن شفنا على مدار السنين اللي فاتت منها فيروس كورونا متحورات من مرض قديم، والمتحورات كانت خطيره، يمكن ده عكس اللي احنا متعارف عليه بالنسبه لنا في الفيروسات. هل ممكن لا قدر الله مع التهاون بالاجراءات الاحترازيه هل ممكن يحصل متحور أو تحورات أخرى تانية أكثر خطورة؟ لا أعتقد، لأنه فعليا المتحور هذا آخر متحور. دائما إزاي المتحورات تقضي على بعضها؟ يعني الدلتا كان أخطر متحور، وصلنا من الدلتا الأوميكرون. أوميكرون بدأ، يعني الأوميكرون لغى ما يسمى متحور الدلتا، ما بقاش حدا عنده دلتا بالمرة، يعني لغى عن طريق انتشاره، مات الدلتا، مات فيروس الدلتا أو متحور الدلتا. نحن دلوقتي قدام كراكن، يعني كراكن حيموت الاوميكرون، ماشي. فالمتحور الجديد حيجي نفسه من ما يسمى الكراكن، او هو المتحور من الاوميكرون، يعني حيجي متحور جديد من الكراكن اذا صار في تحور. اعتقد ان اخر متحورات هذا يعني نفس الاعراض او اخف، كل ما يزيد انتشار بيخف. ولكن يمكن، لازم نضع، يمكن انه في بعض البلدان حتى الان متحور الدلتا موجود، يمكن يتحول الى وباء اصعب او اقوى من الاوميكرون. ولكن نحن حتى بالاحصائيات الان ما في ولا نسبه صفر في يعني نسبه ولا في اي نوع من انواع اصابه الدلتا، معناتها نحن الحمد لله فينا نقول انه فيروس الكورونا تقريبا انتهى بشكل كامل كخطوره. انا اتكلم كخطوره، فيروس موجود، اللعاية حيكون موجود، في اصابات حيؤدي الى التهابات رئويه، ولكن اقول انه في متحور جديد حيؤدي الى خطوره زائده، لا مستحيل. يمكن يطلع فيروس ثاني او فيروس اخر، ولكن مو هالفيروس الكورونا هذا، لانه الدلتا تقريبا قتل، اللي مسمونه المتحور القاتل او القاتل. صحيح. انا برايي انتهى بشكل كامل. طب يعني اقلق امتى؟ متى يصيبني القلق يا دكتور؟ ومتى اطمن؟ اقدر افرق ازاي ما بين نزله الانفلونزا او البرد العاديه وما بين فيروس كورونا او تحوراته المختلفه اللي اتكلمت عنها؟ بالنسبه لي الكراكن بالذات فيه حاجه بتختلف عن المتحور انفلونزا، هو الدوخان، يعني الانسان بيشعر بدوخه، ماشي، في دماغه، وبيشعر في الم قوي في الراس. هذا بيؤدي فعليا انه ده في حاله نوعا ما خطيره او بيختلف عن الحالات السابقه، الدوخه في الراس والالم الصداع القوي جدا، هذا بيختلف عن ما يسمى المتحور انفلونزا. يعني الكراكن بيصيب، يعني بيعطي تكسير في الجسم، تكسير في العضلات، وجع في الحلق، كل حاجه بيديها، الرشح، حتى الرشح بيأدي، ولكن اختلاف هو الدوخان، يعني الانسان بيشعر بدوخه. بنفس الوقت بيبدا اذا في حاله صعبه بيبدا بنوع من انواع الاختناق، يعني بيبدا ما يقدرش ياخذ نفس، الواحد بيتنفس نفسه ما يبقاش عميق، فلازم يقيس الاكسجين. فده الاختلاف الوحيد، بالنسبه بالاضافه انه نسبه قليله تختلف حاله الضوء والشم، يعني في حاجات كان كريهه ما يحب الشمها يحس انه بيشمها دلوقتي او بتعجبه، ده بيؤدي هذا يعني انه هو مصاب بالكراكن. وهذا الاختلاف الجذري ما بينه وبين الانفلونزا، الدوخان في الراس، حاسه الشم والضوء بتختلف عن الحاسه السابقه، ما بتروح ولكن بتختلف. يعني على سبيل المثال انا عندي اصدقاء، ما صديقي صاب بالكراكن ما بحبش ريحه القرنبيط، فدلوقتي عاد يحبها، فقلت له معاك خلاص معاك الكراكن، عاد يحب الريحه يعني. فده بتختلف النوع من انواع الذوق في حاله الشم والضوء، فده الكراكن. بس الخطوره تكمن، لازم الواحد يروح الدكتور، كما قلت لازم دلوقتي بكل بيت يكون في جهاز اكسجين، ان كان معك انفلونزا والانفلونزا خلي الجهاز ده موجود، يعني كل اربع خمس ساعات حط واحد اصبعته عليه زي مقياس الحراره، يشوف نسبه الاكسجين لازم تكون فوق ال 95%، الحاله الطبيعيه 97 98، بس تحت ال 95 معناتها ده كراكن، وده حاله خطيره، في التهاب رئوي،
لازم يروح على الدكتور يقعد في المستشفى ويتعالج علاج ضد وياخد مضادات ضد الالتهاب الرئوي. مفهوم يا فندم. طيب حضرتك شايف انه دلوقتي مع هذا المتحور يجب انه مره تانية الناس تلتزم او نلتزم اكتر بارتداء الكمامات وما الى ذلك، حتى الاشخاص اللي تلقت اللقاح لمده تزيد عن 6 شهور يبتدوا ياخدوا الجرعات التحفيزيه او الجرعات المكمله، والناس اللي لم تتلقى اللقاح تسارع انها تتلقى اللقاح؟ انا فعليا انا رايي الخاص هذا دلوقتي اللقاح، يعني اللقاح يمكن ياخده الواحد لا التحفز من متحور قديم او الاوميكرون القديم، لانه حتى الان اوميكرون بعده شغال والاوميكرون فيه خطوره، لازم ياخذ واحد لقاحات، ولكن الكراكن لا تنفع فيه اللقاحات. انا برايي الان العلماء بيساووا لقاحات موسميه زي الانفلونزا للكوفيد، يعني للكورونا. ففعليا بالنسبه للكمامه والحاجات دي، هو الكمام بشكل عام حاجه كويسه، الكمامه ما بتحمي الانسان، ولكن ما تخلي الانسان يعدي شخص اخر. يعني خلينا نكون على واقع، في الصين اذا بتروحي كل الشعب حتى بكورونا وقبل الكورونا بيلبسوا كمامات، اذا كان الانسان عيان بيلبس كمامه وبيطلع على الشارع عشان ما يعديش حد ثاني. فحال الكمامات حاجه حلوه، يعني الوقايه افضل، الوقايه افضل من العلاج، ولكن قول انه لازم نتخذ الاجراءات، لا، الافضل انه الانسان يعدي ياخذ مناعه بالكراكن، يعني افضل يعيا مثل ما بيقولوا ويتعالج، بياخذ نوعا ما مناعه من المتحور ده لفتره قصيره، لست اشهر سبعة اشهر. فنقول انه دي يعني لازم واحد يعمل احتراز ويعمل ما يسمى استنفار عام في وزاره في مجال الصحه. لا، يعني اعتقد انه متحور، انا قلت لك هذا اخر متحورات، اعتقد انه ضعيف جدا وما بيؤدي لحالات ضئيله جدا. فاللي عايز يعني عايز يلبس كمامه، عايز ياخذ لقاح، ياخذ زيه زي الانفلونزا. هلا في عالم كيف بتروح تاخذ لقاح ضد الانفلونزا؟ دلوقتي اي انسان فيه ياخذ لقاح ضد الكوفيد فعليا، ولكن اقول انه ده ضروري دلوقتي؟ لا، مش كثير ضروري، لانه المتحورات القديمه اللي تعاملت مع اللقاحات تقريبا كلها ماتت. فالان ما في لقاحات للمتحور ده، بعد مده هتظهر لقاحات. مفهوم. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور محمود الافندي استاذ الاحياء الدقيقه والفيروسات بالاكاديميه الروسيه. نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.